النهارده هعمل لكم فطيره الرقاق بالجبنه الكريمي والموزاريلا والعسل. هنجهز الشربات، كوبايه ميه، كوبايه سكر، معلقه عسل نحل كبيره، عصره ليمون، ونسيبه على النار ونحط رشه فانيلا. هنجيب صينيه هندهنها بالزبده، نفرد طبقات الرقاق ندهنها بالزبده، وهنفرد الجبنه الكريمي ما بين كل طبقه وطبقه. هنرش الوش بالجبنه الموزاريلا وندخلها الفرن على اعلى درجه حراره. هنقطعها ونرشها بالعسل وبألف هنا وشفا. ودي فطيرة الرقاق بالجبنة الكريمي والموتزاريلا والعسل. المقادير والطريقة هتلاقوهم على موقع نادي الذواقة المصري وموقع الوصفة .com.